هي بس الفكره بغض النظر ان ده تحليل غربي ومعاش دعوه بيه وكده يعني، هي بس حاجه تفكرك انك تقول للناس اللي انت حاسس ان هم عايشين عشان خاطرك انا بحبك، ربنا يخليكوا ليا، لاي حد عايش عشانك يعني، لاي حد بيضحك عشانك. بتهيألي كتير بيعملوا كده يعني، اكيد في ناس بتضحكوا عشانك ولا ايه؟ مفيش حد اه نكراني جميل. خلاص يا جماعه ما تخلوش ارجوك، الناس كده متعوده تيجي 7:30 يعني تيجي نبدا 7:15 ممكن؟ لا ليه؟ ساكنين بعيد؟ اتحرك بدري شوية. يا رب 7:15 نص مش قوي، حاول يعني. ايه؟ شيرين؟ لا 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 خلاص يا شباب، احنا المره اللي فاتت خلاص ما ينفصل، المره اللي فاتت كنا اتكلمنا في النيفروتيك سندروم وكلنا فاكرين ان احنا قلنا ان النيفروتيك سندروم فكرتها ان الكيدني توقع بروتين، وكان ده ديفينيشن، الديفينيشن كان بروتينوريا دي كانت بتعمل ايه؟ ردوا هايبوبروتينيميا، وده كان بيترتب عليه ايه في الاخر؟ الدين. لكن كان عندي مشكله كمان وهي زياده الدهون، حد فاكر كان ايه سبب زياده الدهون؟ كان سبب زياده الدهون حاجتين، اوفر برودكشن اوف ايه؟ لايبوبروتين منين؟ من الليفر، ان اديشن تو لوس اوف لايبوبروتين لايبيز واللي كان بيكسر الدهون. صح؟ وكان اسباب النيفروتيك سندروم اشهر سبب اللي هو المينيمال تشينج نيفروتيك سندروم، وده ما كانش بيبان الا باللايت ولا بالالكترون مايكروسكوبي، كان بيبان بالالكترون مايكروسكوبي ان في تشينجز في الفود بروسيس. لكن كان في انواع ثانيه ما اعرفش انتوا فاكرين النوع ده اسمه ايه؟ فوكال سيجمنتال جلوميرولوسكليروسس، وكان في نوع اسمه ايه؟ ميزانجيال بروليفريشن. قلنا فوكال يعني سان جلوميرولاي ار افكتد، اذرز ار نوت افكتد. سان جلوميرولاي ده الرسم واضحه جدا بتاع الفوكال. اما سيجمنتال يعني لما الجلوميرولوس بتبقى مصابه مش كلها، بتبقى مصابه لحته وحته. In the same glomerulus segment is affected, segment is healthy. يلا خلاص الكلام، الناس اللي داخله داخله من غير كلام خالص. يلا ايه؟ طب يلا بسرعه. النقطه اللي بعد كده اتفقنا انه
في سكندري نيفروتيك سندروم، سكندري سيستميك لوبس اللي انا مش اونلاين بيرفرا، سكندري انفيكشن هيباتايتس بالهيرزيز والملاريا. وفهمنا قصه كويس جدا، عرفنا ان في انتيجين انتي بودي بيدوزت فين على الكيدني، وده بيحصل معاه انفلاميشن وبيوقع بروتينات، وهي اصلا القصه كلها ان البروتينات تنزل في اليورين. كان في نوع اسمه كونجنيتال نيفروتيك سندروم، وان كل اللي قلته التريتمنت مش انا ان احنا مفيش حل غير ان احنا نشيل الاثنين كيدني دول خالص ونعمل دايليسيس وترانسبلانتيشن. ده كان اهم نوع اللي اسمه المينيمال تشينج نيفروتيك سندروم. وكلنا فاكرين انه زمان ما كناش شايفين اي تشينج بالالكترون مايكروسكوبي، بدانا نشوف فيوجن اوف ذا ابيثيليال فوت بروسس، والفيوجن ده كنا متصورين ان هو السبب، لكن اكتشفنا اخيرا ان السبب هو ايه؟ ها؟ loss of the negatively charged glycoproteins يؤدي الى loss of the albumin rebulging، وبالتالي الالبومين يعدي اللي هو low molecular weight، لكن الحاجات الهاي molecular weight مش هتعدي، وكل ده بينتج عنه الايديما اللي احنا عرفنا الماش اوف ديستريبيوشن بتاعها كلنا. وعرفنا كمان ان مش بس الايديما، ده في انوركسيا وجي اي تي كونجيشن، وممكن يوصل لمرحله الفوميتنج. وقلنا البلاد بريشر ممكن يبقى عالي، ممكن يبقى نورمال، ممكن يبقى قليل. في اغلب الاحوال بيبقى البلاد بريشر ايه؟ نورمال مصر. وشرحنا القصه دي كويس. روحنا بعد كده على حاجه مهمه جدا، انا نفسي افرق بين المينيمال تشينج والباقيين. المينيمال تشينج هي كيدني كومبليتلي هيلثي غير انها بتوقع بروتين، وبالتالي انا نفسي اطمن ان الولد ده مينيمال تشينج بالسن، ويكون من سنتين ل 6 سنين، ويكون اليورين لونه كلير ما فيش فيه اي دم خالص، ولما اسم البلاد بريشر يطلع نورمال، ولما اشوف البروتينات اللي في البول تطلع سيلكتيف ولا نون تطلع سيلكتيف، وهحتاج رينال بايوبسي ولا لا؟ عمري ما هحتاج رينال بايوبسي. هل هيستجيب للكورتيزون از تريتمنت؟ اكيد هيستجيب للتريتمنت والكورتيزون. ففي كلنا الكومبليكيشن، وكان اهم كومبليكيشن ان الميه بتقل في الدم هايبو فوليميك شوك. الكومبليكيشن الثانيه كانت ان الميه بتروح في اللنج تعمل فيها اديما وتعمل ريسبيراتوري ستريس. المشكله الثالثه كمان كانت ان لما البلاد بيروح منه ميه كتير الفيسكوزيتي بتاعته بتزيد، ودي كان ليها اسباب كتير جدا. واخر مشكله كانت الانفكشن، والانفكشن مش بس نتيجه لوس اوف انتي بوديز، كمان فقدنا حاجه اسمها سورايزنج فاكتورز، وكمان اديما از جود ميديا فور انفكشن. واضح ان الناس مذاكره كويس. الحصه الجايه من بكره هسال، والناس هتزعل جدا من الرياكشن لو لقيتهم مش مذاكرين، هيزعلوا جدا من الرياكشن، هسال لان الناس ما بتردش. وانا باخد كورتيزون، والكورتيزون ده بيسبريس ماي اميونيتي. نروح بقى للانفستيجيشن. الانفستيجيشن يا اما في اليورين اشوف بروتينات اكتر من جرام بير سكوير متر بير داي، مفيش حل تاني غير ان انا اجمع بول 24 ساعه وانزل اليورين كرياتين ريشيو، ويا ريت الاقي البروتينات دي سيلكتيف عشان اطمن ان هي مينيمال تشينج. يعني ايه سيلكتيف؟ يعني لو موليكولار ويت، يعني البوم مش فايبرين. الحاجه الثانيه كنا بنروح نعمل تحليل الدم، ان البروتينات قليله ولا كتيره؟ قليله طبعا، والالبوم اقل من 2.5، والكوليسترول هنلاقيه عالي جدا جدا، والترايجلسرايدز هنلاقيها عاليه. There is no need for renal biopsy الا اذا كنت شاك ان الحاله نون مينيمال. اسمحوا لي اسال، ايه الحاجات اللي تخليني اعمل رينال بايوبسي؟ يس، ان انا اشوف الولد الاقي الايج بتاعه مش تيبيكال، تحت سنه، فوق 8 سنين، في فاميلي هيستوري، لون البول ايه؟ احمر، اسمه الضغط ليه ضغط ايه؟ عالي، او اعمل تحاليل الاقي التحاليل طالعه فيها قلق جدا، سواء كان البروتينات نون سيلكتيف او كان الكرياتينين عالي او الكومبلمنت قليل. كلمه الكومبلمنت قليل في ناس سالتني يعني ايه كومبلمنت قليل؟ ما هو الكومبلمنت لو قليل في البلاد يبقى كله راح يترسب فين؟ يترسب في الكيدني. معنى كده ان ذيس از اوت واميون رياكشن في انتيجين وانتي بودي وكومبلمنت، واحنا هنا ما عندناش القصه دي. المينيمال تشينج في السندروم لا في انتيجين ولا انتي بودي زي ما احنا كلنا فاكرين. احنا سمعنا الحصه اللي فاتت بالظبط في 7 دقائق. 7 دقائق بالظبط خدنا الحصه اللي فاتت وشرحناها المره اللي فاتت مرتين. فانا بلاقيك بعد كده مش مذاكر، ما تلومنيش على اللي هعمله. لان انا بشرح الحصه 3 مرات. اشرحها مره وارجعها في اخر الحصه، وتاني يوم في الحصه التاني يوم الصبح بشرحها تاني، يبقى مفيش دم لو مش مذاكرين. المهم نروح لحاجه مهمه جدا وهي العلاج. اوعى تبدا شابتر نيفرولوجي عيان عنده حاجه رينال من غير ما تتكلم عن دي دايت. الدايت اهم حاجه في عيان النفر.
اللي يعرفوا حد عنده مشكلة في الكلى العلاج كله لازم تلاقي كلمة دي مكتوبة دايت ثيرابي. كل علاج ينفعه يبدأ بكلمة دايت، لأن الكلى أكتر مصيبة تتعبها أكلنا. أنا لو شربت كتير ده شغل الكلى، لو كلت ملح كتير ده حمل على الكلى، لو كلت لحمة كتير ده حمل على الكلى. الناس اللي بيعملوا ماسل بيلدينج وياخدوا اوفر انتيك اوف امينو اسيدز ده حمل على الكلى، هي اللي مسؤوله انها تصلح كل ده، هي المسؤوله انها تنزل كل الزيادات بره الجسم. عشان كده اول كلمه لازم دايت. تفتكروا هندي بروتين كتير ولا قليل؟ في ناس بتقول اديله قليل عشان بيوقعه، ودي نقطه كبيره عشان يعني اديله قليل عشان بيوقعه، هي مصاريف يعني. هو ينفع كده؟ هو ده ربنا؟ ده رد طلبه في الامتحان يديله قليل اصل بيوقعه. طب ما هيموت يا ابني، هيموت من نقص الايه؟ القلب، وهو هيورم جدا. كانوا زمان لغايه سنه 2003 بيدوا كميات كبيره من البروتين يعوضوا اللوسز. اكتشفوا ان البروتينات دي وهي بتعدي من البيزمنت برين بتاع الكدني بتعمل مور دامج للبيزمنت ممبرين. عشان كده زي ما شفناه في الصور امبارح شكله مشوه. فقالوا لو ادينا كتير هيعدي من الكلى كتير يعمل لها مور انجري. وده اسمه في الطب فلتريشن انجري. اسمه ايه؟ فلتريشن انجري. مرور بروتينات كتيره من البيزمنت ممبرين يشوهها. عشان كده قرروا لا هندي كتير ولا هندي قليل، هندي افريج. يبقى ليه ما بنديش قليل؟ عشان ما يحصلش هايبو البومينيميا. ليه ما بنديش كتير؟ عشان ما يحصلش فلتريشن انجن. عشان ما يحصلش ايه؟ فلتريشن انجن. يبقى كده اكتب بين قوسين نوت لارج اماونت او مش كتير عشان الفلتريشن انجن. دي اول كلمه في الدايت. الحاجه الثانيه ما تديش ملح كتير، لان الجسم ده مليان البوستيرون، صح؟ مش الالبوستيرون هنا الليفل بتاعه عالي قوي؟ بليز يا جماعه الناس ما تتاخرش. This is too much. ليه؟ فلو القلب لو الالدوستيرون عالي، وانتوا فاكرين ليه الالدوستيرون عالي من الحصه اللي فاتت، وانا اديته ملح هيحبس كميه ميه كبيره جدا، والإديمة ممكن توصل لللنج وتعمل بلورال ديفيوجن وممكن تموت الطفل ده. عشان كده مش هندي ملح كتير، هنقلل الملح في الاكل قوي، لكن ما نقللش الميه قوي لاني خايف من الهايبوفوليميك شوك، صح؟ لو قللت الميه قوي الولد يجيله هايبوفوليميا ويجيله شوك. بنقلل الميه حاجه بسيطه، بنعمل لها بالانسي، وهنشرح البالانس ده ليتر. لو جالي طفل بقى مورم جدا جدا بضطر ان انا اوقف الميه واسيبه يموت يعني، ولا اعمل ايه؟ ببعته بسرعه على المستشفى عشان يعلق ايه؟ مين يرد؟ ايه اللي هياخده عشان ينقذه؟ اذا كان الطفل اللي مورم جدا ممنوع من شرب الميه ملوش حل، لازم ياخد البوم. الالبوم ده هيعمل ايه في القديمه؟ هيرجع كل الفلوس دي جوه السيركيوليشن تاني. مين يفتكر احنا بندي الالبوم ده بسرعه ولا بالراحه؟ بالراحه طبعا، عشان ما يحصلش ايه؟ اوفرلود على الهارت. ماشي. نيفروتيك سندروم احنا شايفين انها اميون ولا نان اميون، بس مش عارفين الميكا نازل. عشان كده قررنا نجرب معاها الكورتيزون، ومن الخمسينات في القرن الماضي وهم بيجربوا الكورتيزون وبيجيب نتيجه ومش عارفين ليه. انا قلت احنا مش عارفين ليه، لكن الكورتيزون بيجيب نتيجه. كل الدكاتره اللي ابو ريش هيسالوك في الدوز، هنا الدوز 2 مللي جرام بير كي جي بير دي، دي جرعه عاليه ولا جرعه قليله؟ محدش يكتب دي جرعه عاليه ولا قليله. انا عامل رسم دياجرام لانها صعبه. هي الجرعه دي كبيره ولا صغيره؟ دي جرعه كبيره جدا. لو عرفتوا القرص دي 5 مللي جرام، يعني شخص كبير بياخد 5 مللي جرام، بينما الطفل ده هيحتاج ياخد العلبه دي على مدار يومين. انتوا متخيلين القرص 5 مللي جرام؟ لو طفل وزنه 20 كيلو او 30، 30 في 2 بكام؟ ودي الماكسيمم دوز 60 مللي جرام. 60 مللي جرام يعني 12 قرص. انتوا متخيلين؟ ده رقم كبير جدا. الولد بياخد 2 مللي جرام بير كي جي بير دي وذ ماكسيمم دوز 60 مللي جرام. يبقى نقول الكلام بوضوح، الدوز دي عاليه جدا. احنا ككبار لما بيجي لنا مشكله وناخد كورتيزون بناخد ربع مللي جرام، نص مللي جرام قرص وخلاص. لكن الولد ده بياخد 2 مللي جرام بير كي جي بير دي والماكسيمم دوز كام؟ 60 مللي جرام. دي جرعه عاليه جدا، يعني ليها اثار جانبيه. اقل حاجه خالص جاسترايتس في المعده والسرس. يبقى لازم نقسمها، ما ناخدش ال 12 قرص دول على مره واحده، ناخد الصبح والظهر وبالليل. الكورتيزون بيتاكل قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ بعد الاكل عشان الجاسترايتس. بتاخد كده لوحده ولا ناخد معاه انتي اسيد؟ يبقى دي قاعده
مش موجودة هنا تكتبها وتبقى عايش بيها طول عمرك، ان الكورتيزون هاي دوز اوف كورتيزون لازم تتاخد افتر ميلز. دي قاعدة مش هنا، في كل حتة في الدنيا هاي دوز اوف ايه كورتيزون لازم تبقى افتر ايه افتر ميلز، ويفضل انك تكتب معاها انتي اسيد عشان اضمن ما يحصلش ألسر في الاستومك، عشان ما يحصلش ألسر في الاستومك. المرض ده بيحتاج على الاقل 3 اسابيع. احنا هناخد كام جرعه في اليوم؟ اسمع منكم هناخد كام دوز في اليوم، هنقسم الاقراص على كام مره؟ على 3، وهنمشي 3 اسابيع على الاقل، يعني 3 مرات في اليوم لمده 3 اسابيع، لدرجه ان الاطفال بيتلخبطوا فبنعمل لهم بوكت زي ده كده. مش في مصر طبعا الكلام ساندي موندي وهكذا، انتوا متخيلين؟ موجود طبعا بس مش هنعمله فبريش يعني. تمام، وحط التابلتس بتاع الفطار غدا عشاء فطار غدا عشاء فطار غدا عشاء وهكذا وهكذا بالشكل ده على مدار الاسبوع. نعم كم اسبوع؟ 3 اسابيع على هذا المنظر. طب هو نعرف ازاي نعمل كده؟ يعني انا خدت جرعه فطار وجرعه غدا وجرعه عشاء افضل ماشي كده على طول وثلاث اسابيع اعرف ازاي اعمل كده؟ اهم حاجه شوف البروتين لسه بيقع من الفيديو ولا لا؟ لو البروتينات ما بتقعش يبقى الممبرين اتصلح. عشان كده انا every other day، يعني ايه every other day؟ يعني هسيب يوم بعمل يورين اناليسيس تقريبا 3 في الاسبوع. يلا مين يقول لي كم جرعه في اليوم؟ 3 جرعات، يعني نمشي تقريبا كم اسبوع؟ 3 اسابيع. بنعمل يورين اناليسيس كم مره في الاسبوع؟ 3 مرات في الاسبوع. امتى اقول ان العيان كف؟ لو 3 تحاليل ورا بعض فري اوف بروتين، 3 تحاليل يورين فري اوف بروتين، لقيت البروتين ما بقاش خلاص جرام، رجع الطبيعي اللي هو 150 ملي جرام بير دي. وبالتالي انا بعمل يورين اناليسيس افري اذر داي واشوف البروتينات بتنزل ولا لا. مش معروف ايه داخل الكورتيزون بنيجاتيف تشارج خالص لغايه دلوقتي. لكن لا انت بتسال على حاجه ثانيه عشان يومز ذا. عايز اقول لكم حاجه، احنا هنكمل علاج كام اسبوع؟ 3 اسابيع. ده ليس الايفكت ولا لا؟ ده احنا لسه هنكمل. فرضا يعني العيان الريسبونس بتاعته خف، لو وقفت الكورتيزون في خلال اسبوع اسبوعين لازم العيان هيجي له انتكاسه. لازم قعدوا جربوا كتير قوي، ستينات وسبعينات وثمانينات لغايه ما وصلوا في التسعينات الى ان العيان ده محتاج 3 شهور كورتيزون فيه عشان ما يحصلوش ريلابس، وبرضه بيحصل له ريلابس. قال لك يبقى بعد الريكفري، لو حصل ريكفري هتمشي على مينتنس. انت عارف نظام المينتنس ايه؟ انتوا فاكرين العلبه دي طبعا. قال لك هياخد جرعات، جرعه اليوم كلها 12 قرص ياخدهم الصبح، اصحى قوي دي. تاني يوم ما ياخدش. ثالث يوم ياخد القراص اليوم كله ال 12 قرص مثلا الصبح. رابع يوم ما ياخدش، يوم يوم لا، يوم ويوم لا. دي بيسموها في الطب الترنت داي. انا كده قللت جرعه ولا لا؟ في يوم من غير جرعه ويوم بجرعه. بس انا ليه مجمع القراص كلها بعد الفطار؟ مجمع 12 قرص بعد الفطار ده خطر على المعده. يفطروا فطار تقيل عشان معدته تستحمل. لكن لو ان ده بيقلل قوي الاثار الجانبيه للكورتيزون اللي انتوا سمعتوا منها واحد امبارح في حسن امبارح، من يقول لي خدنا حاجه مهمه جدا في الاثار، يس الطول والوزن والحاجات دي كلها مش هو مهم جدا عشان اطول؟ لو ان الاطفال دي بتبقى قصيره بيبقوا قصيرين لان الكارتريج بيبوظ وفيتامين دي بيقل والكالسيوم بيقل، وبالتالي الاطفال دي بتبقى قصيره. طب انت هتمشي كام شهر يا ابني على الطريقه دي؟ 3 شهور لست شهور. فدورنا على حاجه تقلل السايد افكت بتاع الكورتيزون، لقينا قصه الانترنت ديتر. مين يقول لي بالجرعه والجرعه كام ساعه؟ 48 ساعه من كل جرعه وجرعه. لقوا ان دي حاجه كويسه جدا تمنع ريلاكس وفي نفس الوقت تقلل الاثار الجانبيه. في طريقه قال لك طب ولو جاله ريلاكس؟ على فكره احيانا نعمل كده واحنا ماشيين على النظام ده يجي لنا ريلابس. وات كان وي دو؟ قال لك يو شود ريستارت. حد يقول لي ريستارت ايه؟ بص 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 ارجع تاني من اول يوم، من اول يوم الحد ده اشتغل الشغله دي كلها 3 اسابيع واليورين اناليسيز و و و. لا مش كده وبس، انت هتعمل كده هتريستارت التريتمنت من اولها وتخلي المينتنس بدل 3 6 شهور 6 شهور ل 12 شهر.
ايه ده كورتيزون سهل؟ طب اقول لك على حاجه، معظم الاطفال بتقع في ريلابس وفي اثنين وفي ثلاثه. الريلابس سنه كورتيزون، كمان ريلابس سنه كورتيزون، اللي هي حق ان انا امشي على طريقه خاصه جدا في الكورتيزون، وبرضه بيجي لهم اثار جانبيه. طب لو دخل في ريلابس رقم اربعه يبقى كلاسيفايد از حاجه اسمها فريكوينت ريلابس، والفريكوينت ريلابس معناها ان الكورتيزون مش شغال كويس، لان كل ما اديله كورتيزون ووقفه عيني يتعب. في احتمال اخير انا مش كاتبه، محدش يبص الكتاب، كله يبص لي، انه اصلا العيان بدات له كورتيزون زي ما بدات كده وما بيخفش خالص، وده اللي اسمه ايه في الطب؟ اسمه ريزيستنت. الاثنين دول محتاجين علاج تاني خالص غير الكورتيزون. هنستعمل لهم اميونو سبريشن. ادويه الاميونو سبريشن كتيره جدا، لكن احنا بنستعمل دواء اسمه سايكلوفوسفامايد او حاجه اسمها مايكوفينيليت موفيتيل، موجود تحت الجدول في عنوان اسمه سايكلوفوسفامايد، ودواء تاني اسمه سايكلوسبورين، ودواء اخير اسمه مايكوفينيليت موفيتيل. عايز الناس كلها تقول لي احنا هندي الجرعه كام ملي جرام كورتيزون؟ اسمع 100 ملي جرام ديفايدد على كام مره؟ هنمشي كام اسبوع تقريبا؟ ثلاث اسابيع. بنعمل يورين اناليسيس كام مره في الاسبوع؟ امتى نخف؟ لو لقينا ثلاثه سكسسيف يورين اناليسيس اوت اوف بروتين، ساعتها اقلب على حاجه اسمها المينتنس، صح؟ طب لو حصل لي ريلابس اريستارت التريتمنت واخلي المينتنس ايه؟ طويل شويه. طب لو حصل لي 1 2 3 ريلابس ماشي، كل مره ريستارت. من الريلابس رقم اربعه انت محتاج تزود دواء جديد لانك بقيت فريكوينت ريلابس. طب لو بدات الانسان كورتيزون وما خفش خالص اسمه ايه؟ ريزيست، وده اكيد محتاج دواء تاني مع الكورتيزون زي السايكلوفوسفامايد. ايوه ماساه. طب هو انا لما دخل ايه؟ سايكلوفوسفامايد هو ده ملوش اثار جانبيه؟ الادويه الاميونوسبريسف كلها بتقلل الليكوسيتيك كاونت. واوعى تتصور ان دي حاجه هايفه. هضرب لك مثلا، لو واحد فينا قاعد الليكوسيتيك كاونت بتاعه نزل ل 500 لو عطست جنبه يموت. الاورجانيزمس اللي في الجي اي تي تاكله، الجي اي تي بتاعته احنا كلنا بطننا فيها اورجانيزمس، لو الليكوسيتيك كاونت بتاعك نزل 500 عارفين الانسان الميت مش الديدان والبكتيريا اللي في بطنه بتاكله، هو يتاكل كده مش هيعيش. عشان كده واحنا بندي الادويه دي بنقيس الليكوسيتيك كاونت، لو نزل عند 3000 مش هستنى 500 استوب التريتمنت، تولع الكدني بقى بس هو ما يموتش يعني. سايكلوفوسفامايد بيعمل حاجه اسمها اجرانيولوسايتوزس. ما معنى اجرانيولوسايتوزس؟ يقلل كرات الدم البيضاء. هو على فكره بيعمل حاجات ثانيه. انتوا شفتوا طبعا الاطفال اللي بيعملوا اعلان في 57 كلهم بيبقى شعرهم لانه فكره الاميونو سبريسر اللي حضر معايا او الحاجات الانتي كانسر اللي حضر معايا هيماتولوجي عارف انها بتاتاك الرابيدلي ديفايدنج سيلز، عشان كده العيال بتلاقي شعرها بيقع. سايكلوفوسفامايد بيعمل اجرانيولوسايتوزس، كمان بيعمل الوبيشيا، وفي الكبار بيعمل ازوسبرمي، عشان دول رابيدلي ديفايدنج ايه؟ سيلز. ثلاثة ايه؟ تريبل ايه؟ اجرانيولوسايتوزس، لو عايز تكتب الوبيشيا، وفي الادلت كمان ازوسبرمي، ده في الكبار، لكن في الاطفال الوبيشيا. دكتور هو انا دلوقتي لو لقيت ثلاثة افضل مستمر، افضل مكمل 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 لغايه ما يبقوا مظبوطين، لغايه ما يبقوا ثلاثه ورا بعض مظبوطين، مفيش فيهم بروتينات خالص. في ادويه ثانيه مايكوفينيليت موفيتيل، اكتب تحته كده معلومه صغيره ممكن تخلي بيها اي دكتور يجلس مكانه، وده بنستعمله في اللوبس نفرايتس. لو قلتها للدكتور هيتهز في مكانه، هيحس انك ادفانسد قوي. انك كمان عارف اللوبس نفرايتس بنقول ده اسمه مايكوفينيليت موفيزيل. حد يعرف؟ ما هو مكتوب المايكوفينيليت. تحتيه اكتب بيستعمل في اللوبس نفرايتس بس بين قوسين بخط صغير. فاضل حاجه اسمها ميثايل بريدنيزولون. حد يعرفه؟ ده كورتيزون. وحش ولا حلو ده ولا؟ لونج اكتنج. لا هو مش قصه لونج اكتنج. عايز كلمه اعلى؟ سترونج. قوته قد ايه؟ انتوا عارفين البريدنيزون؟ عارفين البريدنيزون؟ عارفين البريدنيزون؟ قوته قد ايه مثلا؟ انتوا خلاص اعتبروه واحد. ميثايل بريدنيزولون اضرب في 30. 30 مرة أقوى من البريدنيزون.
inside prednisolone 30 times more stronger than prednisolone. 30 مرة يا نهار أبيض قوي جدا. في عندك مشكلة؟ في حاجة في المعدة؟ قول بس ما تقلقش. خير إن شاء الله. انا عايز اعلمكم حاجه دايما وانتوا بتعالجوا لازم تكتبوا لي عنوان تريتمنت اوف كومبليكيشن. يعني انا عالجت المرض بالكورتيزون وايمينو سبريسيف، لكن ما تنسوش اهم تو كومبليكيشن. اخطر كومبليكيشن عند العيان دوت الانفكشن. ما تنساش تقول لي لازم ادور على الانفكشن في سي بي سي في سي ار بي بكالشر، كالشر من اليورين وكالشر من البلاد وكالشر من اي حته، ودي انتي بيوتكس اكوردنج. بصراحه لما يكون حد داخل الريش بوريش دي البلاط بتاعها تحتيه اورجانيزمز لسه ما اكتشفوهاش، يعني لسه لو حد عايز يزود يكتشف اورجانيزم يجي عندنا في بوريش بين البلاط وبعضه في اورجانيزمز لسه مش حديثه. نتيجه اجتماع الاورجانيزمز ببعضها احنا عندنا استراليزيشن عالي جدا في المستشفى، وبناء على هذا الكلام فلازم حضرتك وانا مدخله بديله انتي بايوتكس. مفيش حاجه اسمها ادور عنده انفكشن ولا لا، هو كده كده هيجي له انفكشن. متفقين على دي؟ يبقى لازم اعمل سي بي سي سي ار بي واعمل كالتشر وادي انتي بايوتكس. تفتكروا ادي الايديما دايوريتكس ولا لا؟ يمكن كتاب الاسم كاتب فانا اضطريت اكتب وراه دايوريتكس اديها بحذر شديد، لكن انا بقول لك كدكتور اوعى تديها الا في حاله واحده بس. جالي انسان مورم قوي رحت معلق له البوم، فالالبوم بيشد الميه اللي فين؟ في السيركيليشن الانفكتيشن دخلها فين؟ السيركيليشن. فلقيت الولد بدا ينهج وبدا قلبه بقى سريع قوي، فانا قلقان هيحصل له ايه؟ اوفرلود. افضل اتفرج عليه ولا الولد ده فعلا محتاج دايوريتكس؟ يبقى الدايوريتكس بتتاخد ان كونجوجيشن. اكتب جنب دايوريتكس بين قوسين كده ان كونجوجيشن، مش ويسكوشن بس بحذر بس، لا كمان مع القلب. القلب من يشد ميه للسيركيليشن والدايوريتكس ترميها في اليورين عشان افويد الايه؟ الاوفرلود. المينيمال تشينج بيتفرق كتير قوي. لو عندي 10 حالات انا شخصتهم مينيمال تشينج بيطلع منهم واحد ماهوش مينيمال تشينج على فكره. يعني سجنه من سنتين لست سنين وما كانش في بلاد في اليورين و و و وانا قلت ده مينيمال تشينج ويطلع مش مينيمال تشينج في الاخر. وبالتالي من كل 10 عيانين في عيان مش هيخف على العلاج وهنضطر نعمل له بايوبسي من الكدني، صح؟ وفي الاخر ده هيطلع نون مينيمال تشينج. اذا البروجنوزس 90% من العيانين هي ايه؟ هيخف، و10% هيطلع تشخيصه غلط وهتطلع حاله اساسا ماشيه في سكه الكرونيك رينال فيلر. 90% دول افتح قوسين واكتب 70% بيشوفوا ريلابس. يعني مش معنى ان طفلك جاله ريلابس تقلق، ده 70% بيجيبهم ريلابس. لكن مش معنى ريلابس ولا اثنين ان دي مشكله، كده كده العيان باذن الله بيخف، مفيش مشكله خالص. ريلابس عادي، اثنين عادي، ثلاثه عادي، دول ما بيقلقوش، ومعظم الاطفال بيخشوا في ريلابس. انا بقول 70% بيخشوا في ريلابس. وبعدين يكبر عادي والكورتيزون ده وبنسحب الكورتيزون وبعدين بنعمل له دايت وبنحسن له وزنه وعظمه. بيبعتوا لي بقى العيان دول عشان انا اندوكرينولوجيست، بعد ما يخلص الكورس بتاعه ابتدي اعمل له دايت سيستم واعالج العظم بتاعه من الاوستيومانيشيا والاوستيوبروسيس اللي عنده واظبط الحاجات دي كلها لغايه ما يرجع يبقى نورمال تمام. العظم بتاع الانسان ممكن يريبيلد اتسلف ويحسن الدنسيتي لغايه سن 24 سنه. يلي بتشربوا بيبسي كتير وسيفن كتير وبتعملوا دامج للعظم بتاعك وانتوا في اخر فتره ممكن تصلح فيها عظمك. انت على البوردر لاين، وقف خالص الحاجات دي، دي حاجات مدمره، وخد فيتامين دي ريجولر في الفتره اللي جايه بدوزس معقوله عشان دي اخر فتره ممكن تري دنس يور بون. ماشي. أنا واحد بيقول أنا محتاجه في إيه؟ إيه اللي بيصنع عندك؟ نروح للدرس التاني. جلوميرولونفرايتس نظري كلاس إيه؟ نيفروتك سندروم كان سوبر إيه؟ والجلوميرولونفرايتس كلاس إيه نظري؟ سؤال مهم جدا في الامتحان. الحتة الأولانية بتاعت الأسباب مش هي أهم حتة في النظري، لأن السؤال اللي بيجي نظري
discuss العنوان اللي في نص الصفحة اقراه كده both streptococcal glomerulonephritis. غالبا السؤال ليه كده، لكن الحته اللي فوق مهمه شفوي، المقدمه دي مهمه شفوي جدا. ايه انواع الجلوميرولونفرايتس؟ يعني ايه اصلا جلوميرولونفرايتس؟ اصل في حاجه في الطب تانية اسمها بايلونفرايتس. حد عارف يعني ايه بايلونفرايتس؟ البلد السوكسكين دي بيلتهب نتيجه وصول اورجانيزم هنا، فلما يوصل اورجانيزم للمكان ده يعمل التهاب ببص انفكشن. لكن الجلوميرولاي حبايبي ما يرفعهاش اورجانيزم، مفيش اورجانيزم بيروح الجلوميرولاي ما يعرفش يوصل. وبالتالي الجلوميرولاي لو التهبت بيبقى التهاب اميون، ما هو الانفلاميشن نوعين، يا انفكشن يا اميون رياكشن. فالجلوميرولونفرايتس از اميون بروسس، ملهاش علاقه خالص بالايه؟ بالانفكشن. سو جلوميرولونفرايتس از جاست اميون رياكشن، مفيش حاجه اسمها انفكشن. بيعمل ايه؟ بيقطع البيزمنت ممبرين دوت ويخلي الدم يبتدي ينزل هنا، يبقى نزول دم من الجلوميرولاي مع المنتهى. اهم علامه على الجلوميرولونفرايتس هي نزول بلاد فروم ذا جلوميرولاي، دي اقوى علامه. يعني مجرد ما اشوف ار بي سيز بالمنظر ده نازله في المكان ده، دي علامه ايه يا شباب؟ جلوميرولونفرايتس. واحد يقول لي يا دكتور ما هو الحصوه بتعمل، لا انا بقول دم نازل من ايه؟ من الجلوميرولاي، ما قلتش دم نازل من اليوريتر ولا قلت دم نازل من البلفس، انا بقول دم نازل من ايه؟ من الجلوميرولاي. ايه اللي يعمل كده؟ ان البيزمنت ممبرين يلتهب ويتقطع. واسباب كده في سبب خدتوه السنه الرابعه اسمه البورت سندروم. البيزمنت ممبرين يلتهب يتقطع يعدي ار بي سيز. شوف البيزمنت ممبرين السليم، انتوا دلوقتي عارفين البيزمنت ممبرين وعارفين ان الفاصل ما بين البلاد واليورين كام طبقه؟ ردوا عليا، مين الطبقه دي؟ ثم بلوسايتس اللي هي ايبيثيليوم ولا اندوثيليوم؟ ايبيثيليوم. وكلنا فاهمين ان ده لما هيلتهب كده هيوقع الار بي سيز. في مرض وراثي اسمه البورت سندروم، خدته في سنه رابعه. الالبورت سندروم في حاجه ايه؟ ان دي حاجه رابعه، حاجه ايه يعني؟ مش حاجه واحده، في الاي ان تي وفي الرمل، والاثنين مشكلتهم برضه بيزمنت ممبرين. يور اي لينز، الاي لينز بتاعتك عليها بيزمنت ممبرين من بره زي ده، نفس التركيب. تقوم يبوظ وتلاقي اللينز، انا هطفي في النور كده. حد شايف اللينز عامل ايه؟ جوه اللينز اهي، الاي لينز طالعه لبره، تاهرنيشن، حاجه اسمها لينتي كونس. يعني اللينز عامله كون وطالعه جوه البيوبل. نتناقش في السياسه دي بعد الليكشن، بعد الليكشن. طب في الاي ان تي بقى، في الاي ان تي في بيزمنت ممبرين في اللابرنت، تعرفوا اللابرنت؟ تعرفوا الانر اير؟ فيها بيزمنت ممبرين بيبوظ هو كمان، يبقى الاير ما بيسمعش، الاي عنده لينتي كونوس، الكدني بينزل دم. اسمه ايه ده؟ البورت سندروم. It is more common in boys لانه اكس لينكد ريسيسيف ديزيز. يبقى الالبورت سندروم از اكس لينكد ريسيسيف ديزيز في لينتي كونوس. موجود في الصوره الكلام مكتوب، الصوره فيها الكلام، الصوره فيها الكلام. دكتور معلش مع حضرتك، قلت ان لو في ارض نسبه الدم هو الريسك او الريسك رايس التهاب. احنا مش قلنا ان جاي حل، وبعد كده هيبوظ الكدني كلها. اللي يبوظ البيزمنت ممبرين بتاع الجلوميرولاي يرجع الكلى كلها، لان ده اساس الكدني. شباب في اطفال كتير بنلاقيهم بينزلوا جلوميريولار بلاد وبعدين ندور على اي سبب ما نلاقيش سبب. مين يقول لي if we can't find a cause بنعمل ايه في الكدني؟ ها؟ بنخش ناخد ايه؟ بايوبسي. ناخد بايوبسي ونبص على الجلوميرولاي شكلها ايه؟ اخدنا بايوبسي لقينا المنظر ده. ده البيزمنت ممبرين تكند 10 مرات. حصل له ثيكنينج. تخين بس متقطع ووحش. مش عارفين السبب بس اسمه ممبرين وبروليفريتيف. حصل ثيكنينج في الممبرين بتاع الجلوميرولاي بدون اي اسباب معروفه. بس احنا متاكدين انه مرض مناعي. تمام؟ هو ايه المرض المناعي ده؟ ما نعرفش.
عمل ثيكنينج في البمبرين بتاع الكدني. طب لسه هتوه اكتر مني ميزانجيال بروليفريشن. يا عم انت اديتنا الحصه اللي فاتت ان الميزانجيال بروليفريشن بيبوظ الكدني ويوقع بروتين. طب ما هو هيبوظ هيوقع بروتين او يوقع بلاد او يوقع ايه؟ ردوا عليا. ميزانجيال بروليفريشن وقع بروتين يبقى المرض ايه؟ نفروتك سندروم. ميزانجيال بروليفريشن وبيوقع ار بي سيز نفرتك. اذا الميزانجيال بروليفريشن يعمل نفروتك في الحصه اللي فاتت وجايز يعمل نفرتك وممكن يعمل الاثنين نفروتك نفرتك. هو لو وقع ار بي سيز هيوقع بروتين؟ لا زير از نو رول. ما هو ممكن يوقع ار بي سيز بص كده بلس 0.5 جرام بريسكوزيت بروتين. انا منتظر دي نفروتك ولا مش نفروتك؟ لا مش نفروتك لانه لازم يعدي جرام عشان اقول نفروتك سندروم. اذا انتوا فاهمين ان الميزانجيال بروليفريشن ممكن يوقع ار بي سيز يعمل نفرايتس وممكن يخلي البروتينات تقع كتير قوي فتبقى نفرايتس وايه كمان معاها في معظم الاحوال بتبقى الاثنين نفرتك نفروتك. يعني الواد مورم والبول له ايه؟ ايوه والبول لونه احمر صح؟ في معظم الاحوال بتبقى البول لونه احمر. عشان كده كان اهم سؤال في الحصه اللي فاتت قولي لي يا ماما لون البول ايه؟ فاهمين ولا لا؟ اذا يا دكتور المفروض الدرس يبقى اسمه نفرتك نفروتك. لكن احنا خلاص بنقبل على انه نفرتس. بص المفاجاه دي فاكر المرض ده اسمه فوكال سيجمنتال جلوميريولوسكليروز. لو وقع بروتين يعمل ايه؟ اسمع نفروتك. طب وقع ار بي سيز ولو وقع الاثنين نفروتك نفروتك. في مرض لازم يوقع دم ملوش حل خدتوه سنه ثالثه بقى اسمه رابيدلي بروجريسيف جلوميريولو نفرتس. خدتوه سنه ثالثه ده مشهور جدا. الرابيدلي بروجريسيف اللي هو انسان في اسبوعين الكلى بتاعته تروح. حد عارف الميكانيزم في سنه ثالثه؟ مش عليك هفكرك بيه. انا عارف انك سمعت الكلام ده. قال لك البومن كبسول تتملي كلها فايبرين وبروليفريتنج سيلز لدرجه انها تدوس على مين؟ تدوس على مين؟ على الجلوميرولاي. لما تقفلها تموت الكدني كلها. رابيدلي بروجريسيف جلوميريولو نفرايتس بيبقى فيه اوبليتريشن للبومن كبسول بفايبرين. دي اهم حاجه بتحصل فيه وده مميت يعني ملوش حل مفيش حاجه تعالجه. رابيدلي بروجريسيف جلوميريولو نفرايتس. مش عليك التفاصيل يعني اللي بينقل انا مش مقتنع انك تنقل. انت تبقى شفتها مره وتنساها. دي اسمها رابيدلي بروجريسيف جلوميريولو نفرايتس. الجلوميرولاي بتتقفل كلها بفايبرين. لا لا خلاص ده وهي بتتقفل بتوقع دم بعد كده انوريا خالص وشكرا يموت. نروح على حته مهمه وهي الكلينيكا اللي سكن. هو لازم تبقى كل دول كانوا برايمري. اقول تاني طفل جاله دم في البول سالت الام انت غلطتي اكلتيه اكل غلط جاله ميكروب جاله تقول لي لا ما عملتش حاجه. اقوم داخل اخد عينه يا الاقي الميمبرين تخين يا ميزانجر سيلز كتيره يا فوكال سيجمنتال يا رابيد بروجريسيف. مين يقول لي سببهم ايه؟ ما نعرفش. غالبا ايه؟ قولوا غالبا اميون. غالبا اميون لكن كلنا نعرف البكتيريا اللي اسمها جروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال. جات لك في زور حضرتك اتكون ضدها ايه؟ انتي بوديز. الانتي بوديز راحت اترسبت فين؟ في الكدني. نزلت الكدني ده بقى اسمها بوست ستريبتوكوكال ها؟ جلوميريولو نفرايتس زي البوست ستريبتوكوكال روماتيك فيفر. برضه بيحصل الكلام ده مع السيستميك لوبس. انتي بوديز تاتاك الكدني. احنا كده تهنا. الحصة اللي فاتت قلت انتي بوديز في السيستميك لوبس والهنا بتروح الكدني تنزل بروتين او تنزل دم او تنزل الاثنين. واضح الكلام ده ولا لا؟ دي اسمها سكندري ولا برايمري؟ سكندري. سكندري تو انفكشن زي الستريبتوكوكاي زي الهيباتيتس الملاريا. سكندري تو مرض اوتو اميون زي الهينفشن لاين بيربرا والسيستميك لوبس. ثم اهم تحذير سكندري تو دراجز. البنات اللي افري مانس بياخدوا كورس اوف فولتارين ديكلوفيناك صوديوم ديكلوفيناك از انالجيزيك فور ذا بين اوف ذا سايكل. ده بيعمل رينا فيلير يا حبايبي. ده بيعمل حاجه اسمها دراج انديوسد انفرايتس. النفرايتس دي سكتها رينا فيلير.
الولاد والشباب اللي متعودين يقعدوا يلعبوا اكسرسايز ولما يجيله بين ماسل بين ياخد فولترين فولترين فولترين. في حاجه اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اندوست نيفرايتس. يعني انا باخد مسكنات تجيب لي نيفرايتس. خلي بالك فيري كريتيكال. ها الحاجات دي بتخش عماله على بطال. عايز تاخد تاخد بنادول بارا سيتام نومو ريانز فيري نيفرايتس دي بتودي. لو بدات لو بدات النيفرايتس انت رايح في سكه رينال فيلير وما بنعرفش نرجعها. دكتور وحضرتك قلت الصوديوم بالذات ولا صوديوم ديكلوفينات؟ اسمه صوديوم ديكلوفينات ده مش ده اشد واحد فيهم يعني. لكن الباقيين اقل. البروفين اقل شويه. ثم الامن على الاطلاق الباراسيتامول. نروح لحصتنا في كل الامراض اللي فاتت دي الانتيبوديز سواء كان بوست ستريبتوكوكال ولا ملاريا ركز معايا ولا هيباتايتس في انتيبوديز بتروح تترسب على البيزمنت ايه ممبرين. الانتيبودي ماسك في ايه في انتيجن يقوم ياكتيفيت حاجه اسمها ايه. مين يعرف ده اسمه رمز الايه للكومبلمنت. وانس ذا كومبلمنت از اكتيفيتد وديبوزيت على البيزمنت ممبرين تيجي الفاجوسيتك سيلز تعمل ايه تثبت نفسها هنا وتبتدي ترمي ايه توكسينز. والتوكسينز دي تعمل دامج في البيزمنت ممبرين. الدمج ده اللي الحصه اللي فاتت كان بيوقع بروتين. الحصه دي هيوقع بلاد. هيعمل كده في البيزمنت ممبرين. الرسمه دي يمكن واضحه قوي. انا هنا فتحت كابيلاري ووريتكم ان في ايه في ايه انتيبوديز بدات تاتاك مين البيزمنت ممبرين. راحت مين اللي جايه فاجوسيتك سيلز تاتاك البيزمنت ممبرين. وهي بتاتاك البيزمنت ممبرين بتقشر الاندوثيليوم وتاكسبوز الكولاجين وتنديوس مش هقول تاني بتاتاك البيزمنت ممبرين وتقشر الاندوثيليوم وتاكسبوز الكولاجين تقوم تنديوس. ايوه ردوا سيروبوزس طبعا. ما احنا خدناها في الانفكتيف اندوكاردايتس. لما شيل الاندوثيليوم يوم يحصل على طول ترومباي صغيره. النتيجه النهائيه ان الجلوميريولاي هتتملي ايه ترومباي او هتتقطع. الحتت اللي هتتقطع هتنزل دم. طب والثرومباي بتعمل ايه؟ تسد الطريق. فالبلاد فلو اللي هنا يبقى قليل جدا. مين يستنتج البلاد اللي داخل هنا قليل؟ يبقى اليورين اللي طالع هنا قليل. طالما البلاد اللي ماشي هنا قليل يبقى اليورين اللي هنا قليل بس. ردوا عليا قليل بس قليل واحمر. يبقى مش هيبقى كده هيبقى كده. مش هيبقى كمية كبيرة هيبقى كمية صغيرة. أوليجوريا خليك معايا بعد النقطة. مش هيبقى لونه عادي هيبقى لونه أحمر بلون الشاي بالملي. وهنعرف آخر الحصة ليه لونه بلون الشاي مش لون الدم الطبيعي. حد بقى يقول لي الكلينيكال بيبقى بوليجوريا ولا بوليوريا؟ طب هيماتوريا؟ فين الشوية دول؟ محبوسين. ردوا محبوسين فين؟ مية وملح محبوسين في جسم يعملوا ايه؟ هايبرتنش وممكن ايه؟ الكوباية دي يا جماعة كنت بذاكرها وانا في سنكم كده كلينيكال بيكتشر اوف نيفرايتس. الكوباية دي هيماتوريا وليجوريا هايبرتنشن ايدين. قولوا معايا تاني هيماتوريا وليجوريا واللي دول اتحبسوا في جسمي عملوا ايه؟ هايبرتنشن ايدين. يبقى جاست الكاف دي تفكرك بالكلينيكال بيكتشر اوف نيفرايتس. البول قليل ولونه احمر زي الشاي. الحاجه الثانيه الشويه اللي اتحبسوا في جسمي عملوا ايه؟ هايبرتنشن ويعملوا ايدين. وقبل ما نروح للكتاب ونقرا ليه الإديمة هنا ما تبقاش سو سيفير؟ لا توجد إديمة سيفير في الحياة من غير ما الألبومين يقل. هنا الألبومين ما بيقعش كتير. أنا ما قلتش على مرض نيفروتك أنا بتكلم في النيفرايتس. فبالتالي أنت لو الألبومين بيقع بكميات قليلة مش متوقع إن الإديمة تبقى سيفير. إمتى الإديمة تبقى سيفير؟ لو بقت نيفروتك إيه؟ نيفريتك. يعني فيها نيفروتك وفيها نيفرايتس في نفس الوقت. هنمسك الكتاب ونقرا الحته دي عشان صح. احنا بدانا الاول بالكلمه اربورت سندروم
وقلنا الالبرت سندروم في حاجه في الاي ان تي وحاجه في الرمد وحاجه السنه دي خلاص مش هتنسوها. ما بيسمعش ديفنس سنسوري ديفنس مش كوندكتيف. يا ويلك لو مش عارفين الفرق بين الاثنين ان شاء الله كله عارف. وعنده لينتيكونز وعنده جلوميريولو نفرانس او برايمري. ما معنى برايمري؟ اللي ما كتبش يكتب انون ايتيولوجي. بالقوسين ممكن تكون ايه؟ يا بقى ممبرين تخين يا فوكال سيجمنتال اللي خدناها يا ميزانجيال بروليفريشن يا نوع جديد اللي هو رابيدلي بروجريسيف جلوميريول ونفراكتس. ويمكن شفنا صورة سكندري. الاسباب معروفه اشهر حاجه على الاطلاق البوست ستريبتوكوكال جلوميريول ونفراكتس. ثم قلنا ممكن تكون سكندري المرض اوتو اميون زي الهينوكشن لاين بيربر او سيستيميك لوبس. وممكن تكون سكندري المرض ثيرويدال. بين قوسين اكتب ديكلوفيناك اشهر واحد. قد تكون الار بي سيز اللي نازله في البول تتشاف بالعين تبقى اسمها ايه؟ جروس. جروس يعني تتشاف بالعين ماشي. ودي هيبقى لونها بلون الشاي. انا ما قلتش ان الدم لونه شاي لكن هنا الار بي سيز هتنزل بلون الشاي. حد يعرف ليه؟ لا هنقول ماشي. طيب وممكن تكون الار بي سيز قليله فتتشاف بس بالمايكروسكوب تمام. وبيقولوا الحد الفاصل هو النورمال ان انا اشوف قد ايه ار بي سيز في اليوريا. كل نقطه بول صغيره بالكثير خمسه. لو عدوا ال 50 يتشافوا بالعين. فالجروس ما تكتبوش ده مكتوب في اول صفحه اللي احنا لسه ما خدناهاش. الجروس فوق 50 والمايكروسكوب تحت 50. طب والإديمة اللي هي بتبقى مايلد. ليه مايلد؟ ليه مايلد؟ عشان معهاش هايبو البومينيمي. طب وهايبرتنشن؟ زير از هايبرتنشن طبعا. وهنعرف الهايبرتنشن مشاكله ايه واوليجوريا. بصوا للكوبايه تاني يلا قولوا ايه؟ هيماتوريا واوليجوريا. بس الهيماتوريا ممكن تكون جروس او مايكروسكوبيك. المايه اللي اتحبست دي عملت حاجتين في جسمي هايبرتنشن وايديم. قولوا تاني يلا زي ابتدائي بالظبط هيماتوريا واوليجوريا. قولوا كده عارفين ابتدائي يلا قولوا. والله مش هشتغل لو بتعملوا زي كده. انا حاسس مش هشتغل معايا. ما تعرفش تستعيلوا شويه؟ تستعيلوا؟ يلا كله مع بعض. ما بتقولش ليه يا ابني؟ كله يفتح بقه. هيماتوريا واوليجوريا هايبرتنشن وإيديما. مش هزار ده المفروض. ايوه هو البلد حضرتك بيعدي قليل وبيعدي قليل علشان خلاص. الفريق مقفول. الفلتر المصفى بقت بتعدي دم قليل قوي بالتالي الكلى كلها مش شغاله. ما تنسوش يا جماعه الكلام ده مش هزار. هيماتوريا ممكن تكون جروس او مايكروسكوبيك واليوجوريا. ممكن يكون في عندي هايبرتنشن وإيديما. اشهر مرض من دول ده سؤال ريزن جاي بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس ان شاء الله جاي السنه دي باذن الله اكسبكتد. يجي لك ستريبتوكوكاي جروب اي بي تهيموليتيك ستريبتوكوكاي. وطبعا ده مش نوع واحد في انواع بتخلي الانسان يكون ايه؟ انتي بودي اتاك الهارت يعمل ايه؟ مرض اسمه روماتيك فيفر. لكن في انواع منها بتيجي تخليني اكون انتي بودي يروح الكيدني اسمها نيفريتوجينيك سترينز. اذا جالي ستريبتوكوكال وده شكلها تحت الالكترون ميكروسكوبي فتخليني اكون انتي بوديز. والانتي بوديز دي بتروح الكيدني في خلال اسبوعين الى ثلاث اسابيع من رؤيتي للستريبتوكوكال. عشان كده اتسمت ايه؟ اتسمت ايه يا ابني ورا؟ بوست ستريبتوكوكال جلوميريولونيفرانس. صراحه النوع ده النيفريتوجينيك بيروح الاسكان يعمل مرض اسمه امبيتايت. او يروح الفاركس طبعا وكلكم تعرفوا الكلام ده وبيعمل فارنجايتس ستريبتوكوكال فارنجايتس. الفارنجايتس تبعت الانتي بوديز للكدني في خلال 10 ايام بس. السكين محتاج 20 يوم 3 اسابيع عشان تحصل مانيفستيشن في الكدني. مش عليكم تفسيرها لكن اعرف ان الفارنجس از فيري فاسكولار فالريسبونس هنا سريعه ولا لا؟ الريسبونس بتاع التونسل سريع جدا غير الريسبونس بتاع السكين استجابه بطيئه شويه.
عشان كده بعد الاسكان 3 اسابيع وبعد الزور بالكثير 10 ايام وبتظهر اعراض. تظهر اعراض اللي هي جميل. العلماء مع انهم عارفين السبب لكن حابوا يعرفوا ايه اللي بيحصل في الكدني. بتوع السبعينات والثمانينات الغلابه كانوا بيبصوا باللايت مايكروسكوبي فكانوا بيشوفوا بس كده. بص كده سوري ايه اللي بيحصل؟ حد خد باله؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني حد يتامل. البودوسايتس بتزيد. كل اللي بيحصل البودوسايتس بتزيد. ده بروليفريشن. طب وايه السبب؟ هم ما كانوش فاهمين بس هم قالوا احنا حاسين ان في خلل في المناعه. لو انت لابس تايت شوز جزمه جديده ضيقه هتعمل لك كلو. عارفين الكلو؟ ده بروليفريشن. نتيجه ايه؟ اي بيبتدي يحصل له الريتيشن يرسبوند بالبروليفريشن. فلما العلماء دول شافوا ان الابيثيليوم فيه بروليفريشن عرفوا ان فيه تحسين بروليفريشن بس هم يعني مش ايه؟ مش شايفين. لغايه ما اتعمل الالكترون مايكروسكوبي وبصراحه الالكترون مايكروسكوبي يقدر يشوف الانتيريز والكومبلمنت وهم نايمين على البيزمنت ممبرين. يعني يثبت القضيه. يشوف الانتيجين انتي بودي كومبلكس ده كله موجود على البيزمنت ممبرين. يعني شاف الحقيقه كلها. يشوف الانتيجين ماسك في الانتي بودي ومعاهم كومبلمنت جوه البيزنس ممبرين. سو ذا لايت مايكروسكوبي شاف حاجه لكن الالكترون مايكروسكوبي شاف كل حاجه. هل الكلام واضح كده؟ يا رب. باي ذا لايت مايكروسكوبي بروليفريشن اوف ذا ابيثيليوم اوف كومان كابسول. بس هذا البروليفريشن هو استنتاج. لكن الحقيقه كلها بانت بالالكترون ايرا لما لقينا ديبوزيت في اميون كومبلكس اللي هو انتيجين مع انتي بودي مع كومبلمنت كل دول جوه البيزمنت ممبرين وعاملين انفلاميشن. لما يكون سؤال راتن زي ده ما يصحش ابدا انك متعرفش تكتبه كويس. فلما تكتب الكلينيكال بيكتشر 4 كلمات هنقصك. انا علمتكم اول السنه الناس اللي حضرت من اول السنه وبعلم تاني انه لما تكتب كلينيكال بيكتشر هيتقسمها لثلاث اجزاء. كلينيكال بيكتشر ذا ديزيز اللي هي هنا هيماتوريا واوليجوريا وهايبرتنشن وإيدين. لكن لازم تكتب لي بيكتشر اوف كوز لو عندك وبيكتشر اوف كومبليكيشن. تعالوا نتعلم بيكتشر اوف ذا كوز ان الولد ده من اسبوعين كان ظروفه فيه التهاب وسخونه كان عنده امبتايبو على جلده. يا دكتور دي كتبها في الكلينيكال بيكتشر. طبعا يا من اسبوعين مامته بتقول كان عنده هيستوري اوف فيفر وفارنجايتس او هيستوري اوف سكين انفكشن. اما البيكتشر اوف ذا ديزيز فانتوا حفظتوا الرسمه دي بتهيألي حافظينها صح؟ اللي هي ايه؟ هيماتوريا وليبوريا وهايبرتنشن وايديما. بس دي ممكن تعمل كومبليكيشن. يا جماعه هو الهايبرتنشن يعمل كومبليكيشن ولا ما يعملش؟ لا يا دكتور ما احنا بنشوف اهالينا عندهم هايبرتنشن 10 سنين ما حصلهمش حاجه. بس ده بيجي فيري 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 جراديوال. لكن الهايبرتنشن اللي يجي فجاه يعمل مصيبه. ما زلت لغايه دلوقتي اذكر قصه الولد اللي اسمه حسام. حسام ده أول طفل جلوميرولونفرايتس أشوفه في حياتي في النيابة في باريس. طفل عنده 5 سنين مامته جاية تقول الولد عنده صداع جامد جدا. وبعدين يا دكتور من امبارح ما دخلش الحمام خالص. ما دخلش الحمام يعني إيه؟ وليبوريا. وليبوريا ما دخلش الحمام. أنا مش هقدر أحلف إن هي أنوريا بس على الأقل في أوليبوريا. قلت لها طب ممكن تجيبي لي شوية بول؟ قالت لي هجرب. دخلت جابت لي كاب مليانه نص كوبايه شاي احمر خالص. قلت لها هو البول بتاعك كده؟ قالت لي لا من يومين ثلاثه انا شايفه في التواليت البول عادي خالص. جايبه لي شويه صغيرين. قالت لي ما عملش غير دول من امبارح. لما قلت له يعمل دلوقتي قاعد يحاول يعمل بالعافيه عمل الشويه دول ولونهم احمر زي الشاي. قلت بس يبقى دي اوليجوريا وهيماتوريا. فاضل اسد ان الولد عنده ايه؟ انا فاكر لابس البط بتاعي وحاطط ايدي على راس الولد، الولد عنده 5 سنين قصير كده وعمال ايه؟ اقول له هتبقى كويس ما تخافش وبقول للامتياز بسرعه اطلع حد جهاز الضغط. ودي شغلتكم حضراتكم في الامتياز تقدروا تشيل حاجات تجيب حاجات مش اكتر من كده. تمام تجيب كيس دم تنظف اوضه النهائي يعني مش المهم مش الدرجه دي. فالمهم
فبكلم مامته وبقول الامتياز اطلع هات لي اجازه الضهر. فالولد باصص لي وبعدين فجاه ببص لقيت البط بتاعي لونه احمر. ببص لقيت فيه خرطوم دم من مناخيري ورد على البط بتاعي. منظر مش ناسيه. ابستاكسس خرطوم من مناخيره. قبل ما اقيس الضغط كانت علامه الهايبرتنشن ظهرت. الولد فجاه نافور الدم من مناخيره على البط بتاعي. فالولد فعلا لما قيسنا الضغط كان 200 على 110 وده رقم حصل فجاه في يوم واحد. القلب مش هيستحمل الكلام ده. القلب ما يستحملش ضغط النهارده 100 بكره 200 ما يقدرش. يجي له هارت فيلر. وكمان المخ ما يستحملش. المخ ده الريس مش كده؟ وبيعمل كنترول عامل لجان حوالين القصر بتاعه. ما ينفعش الدم يعدي بسهوله. اول ما بيحس ان الضغط بيعلى بيعمل ايه؟ فازوكونستريكشن. وده اسمه سيريبرال اوتو اوتوماتيك يعني ريجوليشن. لو البلاد بريشر عالي السيريبرال بلاد فيسلز تقفل. عالي تقفل. عالي تقفل. عالي قوي مش قادرين. اللجان باظت. الشعب هجم. فتح. فجأة البلاد فيسلز تفتح والضغط يزيد جدا جوه المخ ويجي له حاجة اسمها هايبر تنسيف انكيفالوباسي غيبوبة. عشان حصل فجأة. الضغط لما يحصل فجأة الهارت يستسلم والبرين يستسلم. كده كلير؟ إذا عشان أنا بتكلم في أكيوت هايبر تنشن حسام ده كان بسرعة جدا لازم ننزل له الضغط. نزلنا له الضغط في ساعة ونص. كان لازم بالسرعة دي لأنه ممكن يخش في حاجتين. يا اما هارت فيلير من الهايبرتنشن يا اما هايبرتنسيف انكيفالوباسي. في مشكله ماليش يد فيها. هو عنده اليبوريا. ايه رايكم لو بقيت الجلوميرولاي قفلت؟ لو كله قفل هتبقى من اليبوريا الى انوريا وده يبقى رينال فيلير. وده انا ما اقدرش اسلمه. اعمل ايه؟ ادخل الجلوميرولاي اضخها. اذا في كومبليكيشن انا ما اقدرش اتصرف فيها وهي رينال فيلير. اكيوت ولا كرونيك؟ أكيوت ولا كرونيك؟ احنا بنتكلم في مرض كله أكيوت. قدام حضرتك خريطة بالكلينيكال بيكتشر. بصوا لي كده بيكتشر اوف ذا ايه؟ اوف ذا كورس فارنجايتس او سكين ايه؟ ثم بعد كده الأغنية اللي غنيناها هيماتوريا وأوليجوريا هايبرتنشن وإيدين. بس ما تنساش إن الهايبرتنشن ده حصل ايه؟ فجأة يعمل حاجة اسمها هايبرتنسيف اكتبوا جنبها فيلير اوف سيريبرال ولما تقول الكلام للدكتور خليل شي قول له دكتور هايبرتنسيف انكيفالوباسي ديو تو فيلير اوف سيريبرال اوتوريجيليشن الدكتور يقول لك ايه؟ ايه ده يا ابني؟ قول له ما تقلقش هشرحها لك ما تقلقش ليه يا دكتور؟ لما البلاد بريشر بيزيد المخ بيعمل فازوكونستريكشن بس بعد فتره لما البريشر يعلى قوي يحصل فيلير اوف فازوكونستريكشن تمام مطمن يعني ما تهزوش يعني ما تخلوش يبقى مهزوز في ايدك قوي فيلير اوف سيريبرال اوتو ريجوليشن جميل جدا. انا هسال سؤال الاذكياء هو الهارت فيلير ده هيبقى ليفت سايد ولا رايت سايد؟ الهارت فيلير انا عايز الناس تفكر واللي مش هيقدر يقول هو ليفت ولا رايت انا عايز جنب واحد من الجنبين يبقى انسان ليفت سايد لو ما قدرش يجاوب يبقى انسان ليفت سايد خلاص يعني ها مش الهايبرتنشن هو الهايبرتنشن ده حضرتك مش في السيستميك سيركيليشن اورطه يعني يبقى ليفت سايد انت تفكر في ايه؟ This heart failure is left side. الرينال فيلير صعب يحصل في البوست ترتيبوكال لانها غالبا بتبقى مايلد يعني في معظم انا كاتب لك رينال فيلير فيري رير ليه؟ لان يوجوالي الحالات بتبقى مايلد قلت بين قوسين انها بتريزولف في ثلاث اسابيع لازم تعرف ان البوست ترتيبوكال دي ثلاث اسابيع وهتريزولف ان شاء الله. اغرب حاجه شفتها في قصه حسام دي لما لقيت واحد واقف جنبي والله ده حصل وسامع القصه كلها ونايم وبيقول لي محمد هو كبير بقى انا كنت لسه صغنون خالص يبقى اعمله بالمره بي تي وبي تي تي عشان بينزف فوميتنج طبعا انت هناك زي الجيش بالظبط لازم تقول حاضر يعني لكن مش هتنفذ يعني لكن تخيل التفكير انت لازم تكون لامن المرض كويس عشان تبقى فاهم الدنيا مع ان انا طالب جهاز ضغط ما سالتش نفسك الامستاكسس ده بيحصل مع الهايبر تنشن يبقى اعمل له بي تي وبي تي تي لغايه دلوقتي مش ناسيها الاي كيو يبقى عالي قوي المهم
نروح الانفستيجيشن. نسحب بقى الحته دي يا ابني. الانفستيجيشن في الطب حاجتين: انفستيجيشن تو دايجنوز، وعشان اوصل للكوز وتو ديتكت كومبليكيشن. ده نفس الطريقه، بس اول حاجه عايز اعلمها لكم ايه الفرق بين البول ده والبول ده. لو ربنا كرمك بحصوه زي دي كده حركت من مكانها. حزومه حبيب قلبي، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحصوه دي لما تتحرك بتجرح وتنزل دم. الدم ده بينزل ار بي سيز لونها احمر عادي خالص زي اي بلاد انت شفتوه في حياتك، فريش ريد. لكن لما البلاد ينزل من ايه؟ قولوا دي اسمها ايه؟ جلوميرولاي. يمشي فين؟ واللوجو في ايه؟ هامل. وبعدين وهو ماشي بيتسحب منه ميه ولا لا؟ الار بي سيز وهي ماشيه هنا بيتسحب منها ميه، حاجه اسمها رئاب، فتتلزق في بعضها، تتلزق في بعضها، تتلزق في بعضها، وتتحول الى رولو طويل قوي قوي من الار بي سيز، محروقه وملزوقه في بعضها ومشدود منها ميه. فتعمل حاجه اسمها انبوبه من الار بي سيز. ادي صورتها الحقيقيه. دول حوالي 60 70 ار بي سيز لازقين في بعض ونشين، مسحوب منهم ميه بالريابزوربشن، فلونهم ما بقاش طبيعي، بقى لونهم لايك ذا تي. واندر ذا ميكروسكوب ات از نوت وان ار بي سي، ات از كاست. يعني ايه كاست؟ كاست الكبيره، انتوا عارفين الجبس اللي الناس اللي بتجبس رجليها كاست، وده اسمه ار بي سيز كاست. وجود ار بي سيز كاست معناها ان الار بي سيز دي جايه منين؟ ومرت في ايه؟ في تيوبيولز ونزلت لي في سوليد كاست. يبقى مجرد انا فاكر المنظر ده كتير قوي. بيجي لي طفل الولد باين عليه نيفرايتس، هيماتوريا والجوريا وهايبرتنشن وايديما، يروح يعمل يورين اناليسيس، يوم البرج يبعت ويقول، وبالذات المختبر يبعت ويقول ان في ار بي سيز في اليورين. فانزل ابص على كلمه ار بي سيز كاست الاقي مكتوب جنبها ايه؟ نو. فمش مقتنع، اقوم باعت للمعمل اقول له بليز انسبكت فور ار بي سيز كاست، بص دور هل الار بي سيز دي لازقه في بعضها ولا لا؟ فيبعت يقول لي ريلي ذير از ار بي سيز كاست. الكلام ده حصل اكتر من 10 مرات في البرج والمختبر. الكلام ده حقيقي فعلا، انه ما بصش اصلا الار بي سيز دي لازقه في بعضها ولا لا. تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق ما بين تكون ستون وبين تكون جلوميرولونفرايتس. وات استابليش ذا دايجنوزيس از كاست. طب بص عليها يا ضايع، ما بيبصش، هو ار بي سيز وخلاص. يبقى ار بي سيز كاست استابليش ذا دايجنوزيس. احيانا كمان نلاقي الوايت بي سيز لازقه في بعضها. بصوا كده، دي وايت بي سيز لازقه في بعضها وعامله كاست، ودي اسمها جرانيولار كاست. اسمها جرانيولار لانها شبه شكل الجرانيولز، اعتقد الصوره واضحه جدا. اسمها جرانيولار كاست. او الاقي الاثنين مش الار بي البيزمن من غير مقطوع، زي ما بيحصل ليكج للار بي سيز يحصل ليكج للوايت بي سيز. سهله جدا يعني. يلا مين يقول لي هاو تو دايجنوز جلوميرولونفرايتس؟ جاست يورين اناليسيز عند حد محترم يقول لي في كاست، ويفضل تكون ار بي سيز كاست. مين يعمل انفستيجيشن فور ذا كوز؟ كوز عايز اثبت انها بوست ستريبتوكوكس ثروت سواب موافق انتي ستريبتوكس موتد اللي حضرته بقى معايا انتي هيلوريديز انتي دي ان ايز. في معلومه صعبه شويه خدتوها في سنه ثالثه، ان كل اورجانيزم بيأكتيفيت سبيشال بارت اوف كومبلمنت. يعني الاستريبت بتأكتيفيت كومبلمنت رقم 3 يوم يخلص من البلاد، الستاف بتأكتيفيت كومبلمنت رقم 5، وبالتالي انا لو قست الكومبلمنت رقم 3 لقيته قليل اعرف ان دي بوست ستريبتوكوك. اذا في طريقتين يشخصوا لي بوست ستريبتوكوك، يا اما اقيس الكومبلمنت رقم 3 الاقي ايه؟ قليل، يا اما الاقي الانتي ستريبتولايسين او تتر عالي ولا قليل؟ عالي ولا قليل؟ الانتي بوديز اجينست الستريبت هلاقيها طبعا ايه؟ عالي. مين فيكم شاطر ما يبصش الكتاب، بص لي هنا ويفتكر الكومبليكيشن؟ هارت ايه؟ فلوس الجرينا الايه؟ مين في دول ممكن يتعمل له انفستيجيشن؟
الرينال فيلير بيتعمل له ايه؟ يعني ايه بيستجيش؟ يوريا وكرياتينين. يوريا وكرياتينين مش عارف. يوريا وكرياتينين. اذا يا دكتور لو انا حفظت الاسطمبه دي بتعلمه بقى ان احنا خدنا النهارده اسطمبتين في غايه الاهميه. لو هتكتب كلينيكال بيكتشر اكتب بتاع الديزيز بتاع الكوز والكومبليكيشن. سنه 6 جالنا كلينيكال بيكتشر اوف بالهازيا الهباتيك فايبروس سنة 99 ولا 2000 السؤال ده. ففي ناس كتبت الكلينيكال بيكتشر ربع صح. طب انا كتبت ليه 6 صفحات؟ لاني كتبت بيكتشر وزبوز وجبت قصة الولد اللي وقعت في الترعة. ما كتبت لي كلامش عليه ده، رحت جبته من هو قاعد في والطيب وفي بيرسونال اللي بتعرضوا للهرجيز بويز ولا جيرلز ولاد اكبر ولا ناس كبار. وبعدين اخدت اعراض الهباتيك فايبروس وبعدين قلت طب ما هو بيكتشر اوف ايه كومبليكيشن، اكيد اللي عندي هيخش في كومبليكيشن بورتال هايبرتنشن وليفر سيل فيلير. فشرحت البورتال هايبرتنشن كله والليفر سيل فيلير كله. فبقى الدرس بتاعي كده، فاهمين ولا لا؟ السنه دي عندك سؤال مهم جدا اسمه ايرن ديفيشنسي انيميا. في واحد يكتب لي اعراض الانيميا مر وتاكيكارديا. يا حبيبي ان شاء الله تجي لك انت التاكيكارديا دي. لكن لازم تكتب لي بيكتشر اوف ذا بوز ان الولد ده كانت مامته دكتوره ما كانتش بتاكله كويس ما كانتش بتغذيه كويس كان قاعد في الشارع عنده بارازايتس في بطنه. وبعدين بيكتشر بتاعت الانيميا والكومبليكيشن هيجي له هارت فيلير هيجي له ستانتد جروس فاهميني. يبقى لازم لما تكتب كلينيكال بيكتشر تتعلموا تكتبوها بالمنظر ده. اه اوف ذا ديزيز ده اللي انتوا بتكتبوه. بس الشاطر هو اللي هيحط بيكتشر لكم وبيكتشر كومبليكيشن. اتعلمنا دي. نتعلم كمان واحده. نتعلم انه لما نكتب انفستيجيشن اه دايجنوز بس دور على الكوز ودور على الكومبليكيشن. لو حفظت الاثنين ستامبا دول مكملين معاك ان شاء الله لغايه 2028. هو اخر وقت ممكن تعمل فيه الدكتوراه. اللي هيكمل الدكتوراه هيمشي بنفس الطريقه دي، هيكمل سنه كده ماجستير كده دكتوراه كده. ولو عديت 28 مش عملتش دكتوراه ممنوع تعمل دكتوراه بعد كده خلاص يكون السن عدى عليك. فاوبسي ما انت ليك 5 سنين تعمل فيهم ماستر وليك لو متعين مثلا في الكليه في مركز البحوث حتى ليك وقت تخلص فيه. والا ما تقلقش انت هتخلص في سنتين ساعتين ونص بالكثير. الشاطر فيكم هيخلص في 6 شهور الليجل يا حبيبي. ده بيبقى متظبط ماشي. يلا يلا بسرعه عشان نخلص. اه 2028 تبتدي بقى تشوف حياتك. خلصت بقى اللي اتخرج على الحسين واللي اتخرج على الامام. ويعني انا مش عايز احبطكم بس انتوا طبعا عارفين انا قلت الكلام. اه انتوا عارفين انا قلت لكم دكاتره حياتكم الاجتماعيه باظت. بس احنا دلوقتي بنراعي ربنا عشان ما نخشش في الاخر النار كده. يعني بنراعي ربنا بس يعني لا تنسوا الاخر. اه بالظبط احنا بنحاول ناخد نفسنا بس. دايت الكلى دي كلى داخله على رينال فيلير. بالمناسبه النفروتيك سندروم ما كانش عنده رينال فيلير لكن الولد ده عرضه لرينال فيلير. يعني الكيدني دي لازم ترتاح. هي الكدني بتعمل ايه؟ بتنزل ميه. اهم وظيفه للكدني تخلصك من الميه الزياده، ما تحطش ميه زياده. يعني ايه يعني يا دكتور؟ يعني الولد ده ما يشربش الا على قد الكميه اللي بتخرج من جسمه. حد عارف كميه الميه اللي بتخرج من جسمنا دي بتخرج ازاي؟ ما هو يا يورين يا سويت. طب اليورين اجمع اليورين واشربه على قد شويه اليورين اللي بيعمله. لا ده ظلم. لان في ميه ثانيه رايحه في صوره عرق. اعملها ازاي دي؟ قال لك الميه اللي طالعه في صوره عرق دي ليها معادله 400 مللي لكل سكوير متر. خلاص عارفين يعني ايه سكوير متر. 400 مللي لكل سكوير متر يعني حضرتك بتعرقوا في اليوم حوالي 700 مللي اللي هي الازازه الصغيره ازازه الميه الصغيره. 700 مللي عرق 400 مللي لكل سكوير متر. والولد عمل امبارح كمان بول 400 مللي. قولوا لي يشرب النهارده كام؟ ولد 1 سكوير متر 1 سكوير متر فقط كام عرق؟ 400. وعمل يورين 400 يشرب بكره قد ايه؟ 800. يبقى ليه كوبايه كل 6 ساعات مش اكتر من كده. يعني لا ما هو الريسبيريشن داخل في الانسنسبل ووتر لوس في المعادله دي.
يسمى في الطب insensible water loss، الفقدان للمية عن طريق العرق وعن طريق النفس، يسمى insensible. ما معنى insensible؟ غير محسوس، غير مرئي، مش شايف كويس. يبقى أول حاجة في الدايت restriction of fluid، fluid balance. هخلي الانتيك يساوي اليورين بلس الانسنسبل ووتر لوس، يكتبوا جنبه 400 بير سكوير متر، والشاطر اللي هيكتب جنبه sweat and respiration. تفتكروا ايه الاكل المجهد للكلى، اللحمه ولا العيش؟ ايه الاكل اللي يتعب الكلى، لحمه ولا العيش؟ اللحمه دي هتتحول ليوريا وكرياتين، يبقى بلاش، لا خليك في العيش. العيش ده كل شغله ليفر، مفيش شغل على مين؟ على الكدني خالص. وبالتالي زود الكربوهيدرات وقلل البروتين تريح الكلى، وطبعا قلل الملح، لان الملح شغل في مين يا جماعه؟ ببساطه انا بخيل في الشغل على الكلى، الكلى عليها شغل ملح بلاش ملح، بوتاسيوم بلاش بوتاسيوم، اضبط الميه، قلل البروتين وزود الكربوهيدرات وعالج الديزيز. لا يوجد علاج. هقول حاجه في اخر الحصه واقول اهوت انه ده مرض اوتو ايمون صح، لكن لا يستجيب للكورتيزون. ولو ترجع للاستاذ القديمه في السبعينات جربوا الكورتيزون هنا لقوه بيموت، ما بيجيبش اي نتيجه خالص، بل بيحبس ميه وملح ويرفع الضغط. انتوا عارفين الكورتيزون بيعمل هايبر ايه؟ تنشن فيموت. اذا مش كل مرض اوتو ايمون في الطب بيتعالج بايه؟ بكورتيزون. في امراض يفشل معاها الكورتيزون تماما، ومن ضمنها المرض ده، يبقى مفيش علاج. يبقى الديزيز ملوش علاج. لا يا عم، عندك ضغط، عندك هايبر تنشن، ادي علاج للهايبر تنشن. عندك إديمة، ادي علاج للإديمة. هروح لعلاج الإديمة، في دكاترة بيدوا دايوريتكس. مين موافق ومين ضد كلية؟ دايوريتك ده بيعمل ايه؟ بينزل مية بالعافية من الكلى، اجهاد للكلى، صح؟ فبيقولوا بعض الناس نظريات بتقول ان الدايوريتكس الامور انجوريوس للكدني، يعني انسان مجهد وانا بقول له لا ذاكر لا اشتغل، انا تعبان وعايز انام لا اشتغل، فهيبقى شغل مؤلم، صح؟ مور انجوريوس للكدني. لكن في دكاتره تانيين بيقولوا لا، لازم ننزل الميه دي عشان ما تعملش هايبرتنشن وايدين. وبالتالي الرايين موجودين، وكتاب الاسم كاتب كده، كتاب الاسم كاتب دايوريتكس. عشان كده انا كاتب لك في السطر الخامس كنترول اوف ايديما باي فلويد ريستريكشن اند دايوريتكس في السطر الخامس. طبعا عارفين اشهر علاج للضغط هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، عشان ما اطولش عليكم، يبقى انا كده عالجت الحاجتين اللي اقدر اعالجهم. دكتور، هو التريتمنت يمشي ازاي؟ التريتمنت يمشي كالاتي: دايت، تريتمنت اوف ذا ديزيز، ها اقروا كده، اقروا تريتمنت اوف ذا كوز، تريتمنت اوف كومبليكيشن. ثلاث استنباط اتعلمتها النهارده. يعني برضه لما تيجي في التريتمنت تعالج الكوز. الكوز هنا بكتيريا اسمها ايه؟ طب ما تعالجها. ادي انتي بايوتيك عشان تعالج البكتيريا اللي لسه موجوده في زور حضرتك او على السكن. دي قاعده احنا عملناها برضو في الروماتيك فيلد. طيب عشان برضو انا شايف الناس بدات تهنج شويه، وشفقة بيك يا رمضان، انا اتوقف عند هذا الحد. ركز معايا. احنا قلنا الجلوميرولو خلاص جلوميرولو نيفرايتس معناها نزول ار بي سيز في اليورين، وده بيبقى مش انفكشن، بيبقى ايه؟ اميون. وقلنا اشهر حاجه مرض اسمه البرت سندروم، ده فيه سنسوري ايه؟ ليفنس، وفيه ايه؟ لينتي ايه؟ بونس. بوي ولا جيرل؟ بوي. لكن ممكن يكون ايديوماسك، وساعتها ناخد بايوبسي، والبايوبسي تطلع من برينه رده او ميزانجيال بروليفريشن او فوكال سيجمنتال او رابيدلي بروجريسيف جلوميرول نيفرايتس. ممكن النيفرايتس تكون سكندري ايه؟ سكندري انفكشن، بوست ستريبتوكوكال مالاريا هيباتايتس بالهاريزيزس. ركز جدا. ممكن تكون سكندري سيستميك لوبس او هيرشون لاين بيربرا. ممكن تكون لدراجس مونون ستيرويد الانتي انفلامر. مين اشهر في دول؟ البوست ستريبتوكوكال جلوميرول نيفرايتس. في كل الاحوال بتيجي فاجوسيتك سيل تهاجم البيزمنت ممبرين، تبوظ البيزمنت ممبرين وتقشر الاندوثيليا، واذا تقشر الاندوثيليا هتتكون ثرومباي تقفل اليومن وتقطع الجلوميرولس، تنزل منها دم. النتيجه ان اليورين قليل ولا كتير؟ بوليجوريا وهيما توريا، وفي ميه اتحبست في الجسم عملت هايبرتنشن وعملت ايديما.
فاينالي اشهر سبب بيعمل الكلام ده هو البوست ستريبتوكوكال جلوميرولو نيفرايتس، بتحصل بعد 3 اسابيع من السكين اي انفكشن او بعد اسبوع اسبوعين من الفارنجيال انفكشن. جروب اي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكال، وهذه البكتيريا الانتي بوديز بتروح تاتاك الكيدني، شفناها باللايت مايكروسكوبي تحت صوره برو مطروب بروليفريشن لايه للبريزنت ممبرين، لكن بالالكترون مايكروسكوبي شفنا ايه؟ شفنا الانتيجين انتي بودي كومبلكس مع الكومبلمنت، كل ده ديبوزيتد على البيزنت ممبرين. كلينيكال بيكتشر، قلنا كلينيكال بيكتشر اوف ذا ديزيز، هايبرتنشن، ايديما، هيماتوريا، اوليجوريا، وقد تكون الهيماتوريا مايكروسكوبيك او جروس. لكن لازم تقول لي بيكتشر اوف ذا كوز، ايه الكومبليكيشن اللي هتحصل؟ قولوا كده الهايبرتنشن يعمل انكيفالوباسي ويعمل هارت فيلير، وممكن يحصل لي ايه؟ رينال فيلير. رحنا للانفستيجيشن، ثلاث عناوين، انفستيجيشن تو دايجنوز، نعمل ايه؟ يورين اناليسيس، هنلاقي ايه في اليورين اناليسيس؟ يس هنلاقي كاست، الكاست دي يا شباب يا اما ريد بلاد سيل كاست يا اما وايت بلاد سيل كاست. عايز اعرف السبب، ادور على بكتيريا اسمها ايه؟ ستريب، يا اما بالايه الصوتي يا اما بالكومبلمنت رقم 3. الان من كومبليكيشن، في كومبليكيشن ينفع نعمل لها انفستيجيشن هي رينال فانكشن، وقلنا جنبها يوريا وكرياتينين. اخر حاجه تريتمنت دايت، ريح الكيدني من الميه وريحها من الملح وريحها من البروتين، معوض ده كربوهيدرات. عايز تعالج المرض، اعرف ان المرض ملوش علاج، فهتعالج عرضيا، هتعالج الهايبرتنشن بكابوتين وهتعالج الايديما بدايوريتكس، ثم ما تنساش تعالج الكوز، وده اللي احنا وقفنا عنده، عالج البوست ستريبتوكوكال جلوميرولو نيفرايتس. الحصه الجايه انا هسال، لازم الناس تيجي مذاكره، عندنا الظهر اعاده اول حصه في الكارديولوجي الساعه 12 وربع ان شاء الله، فيري بيزك فيري بيزك فيري كريتيكال. بكره اول حصه عملي، ومش هيسمح للدخول بعد كده خالص لاي حد سواء من الدرس او من خارج الدرس يا شباب. بكره اول حصه عملي ان شاء الله.